ده استاذ راغب، اسم مش على مسمى خالص. استاذ راغب بقاله فتره مش راغب في علاقته الزوجيه وبيتهرب، ما سابش حجه لما قالها، مره في القهوه، مره في الشغل، مره في مشوار. المشكله انه مش قادر، هو مش عايز، ودي حاله نقص في الرغبه. لو انت كمان بتحس بنفس مشكله استاذ راغب، تقدر تزورنا في مركز دار الذكوره ورجع الرغبه زي الاول واحسن.